ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل باقي اخبارنا، وهنروح لخبر لابن من ابناء النادي الاهلي. نادي غزل المحله كان اعلن امبارح اقاله الجهاز الفني بقياده الكابتن خالد عيد، وعين جهاز مؤقت طبعا بقياده حسام عبد العال. لكن النهارده كان في مفاوضات جاده جدا من نادي غزل المحله للتعاقب مع محمد عبد العظيم عظيمه مدرب النادي الاهلي السابق لتولي منصب المدير الرياضي والاشراف على كره القدم بنادي غزل المحله بصلاحيات فنيه. عظيمه من المدربين الرائعين الحقيقه يعني، وكان في قريب كده تقريبا الاسبوع اللي فات في ضيافه كابتن اسلام الشاطر من اسبوع تقريبا، هو مدرب مصري حاصل على المدرب المصري الوحيد تقريبا اللي حاصل على رخصه يوفا برو. اكيد هيضيف لنادي غزل المحله، واكيد هو قيمه فنيه كبيره، واكيد دارس كويس قوي، ومن الناس اللي يعني ممكن تشتغل في اوروبا في اي وقت يعني. هو حاصل على رخصه او مؤهل تدريبي يشغله في اوروبا في اي وقت يعني. كل طبعا التوفيق لكابتن محمد عبد العظيم لو تم الموضوع ده يعني، هيبقى اضافه قويه جدا لنادي المحله.